وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وجاتكم انشكم مقطع جديد. قبل لا المقطع الشباب لا تزعمونا اشكر صلوا على النبي، بعدين لا تزعمونا انخضعت على زر الاشتراك لايك المقطع وفعلوا الجرس، كمان لا تستخدموا كود اتم شوف شيش الضاره منكم. خلينا نبلش على طول. عندنا هسه شباب شخصيه بيني. شخصيه مين؟ بيني اللي هي الشخصيه كل عليك تيجي تنزل هسه عليها، هي بقرب من المجمع التجاري. خلينا ننزل هسه عليها على السريع ونشوف التحديات اللي عندها. زي ما حكيتلكم في كل مقطع يا شباب نفس التحديات راح تكون متوفره عندي انا هون، راح تكون عندها عندكم نفسها. تمام تمام، ركزوا معي. تعدد هذه تحديات بيني كثير جدا سهله. خلينا ننزل عليها على السريع. هي موجوده عندنا هون، خلينا ناخذ منها اول تحدي سريع. هي هون خذ اول تحدي، انا كان مشكله ما اخذه منها، بس خلينا نشوف شو اول تحدي. بس بفتح المهام اللي هو بحكي لك دمر هياكل الخصوم. عليك تدمر 5 هياكل للخصوم. شو الهياكل؟ اللي هي البناء هذا نفسه، هاي مثلا زي هيك هذا الخصم، هاي دمرته، عليك تدمر 5 مثله، هاي مثل هيك. خليني اكمل عليه انا هسه اكمل، طلع كيف هيك، سريع سريع سريع، ها سريع، هاي الرابع، اتوقع انه خلص، هاي 5، تمام؟ هيك 5، دمرنا 5 هياكل. خلينا نشوف التحدي الثاني يا شباب اللي هو شو مطلوب منا. خلينا نشوف شو هو، سريع، اللي هو بحكي لك ابني هيكلا عند المنحدرات الصخرية. كل عليك يا شباب هسه تروح تنزل عند منطقة المنحدرات الصخرية، هروح ننزل عليها هسه على السريع كمان. هي هون تروح تبني بس 5 هياكل، يعني تروح تحصد وبني 5، يعني اعمل لك اي 5 اي شيء. هاي مثل هيك بالضبط، خلينا ننزل هسه على السريع. هي هيك، هي 1، يعني ما بدك شيء، وتحدي جدا جدا سهل. شو ما تبني راح نحسب لك على السريع. المهم انك تبني 5 هياكل كامل نفس الجيم، حتى اكثر من، حتى لو من الحلقه قتلك بتكمل التحدي عادي، حتى تحديات بس تاخذ من التحدي خلص، دام انك اخذته راح يضل موجود عندك، يعني ما فيش داعي ترد ترجع عليها. تمام تمام. وعندنا التحدي الثالث يا شباب، كيف احصد المعادن من غابات الباكيه والاقوام البخاريه. كل هيك تروح على منطقه الغابات الباكيه والاقوام البخاريه، كمان الثنتين بدك تروح بنفس الجيم او اكثر من جيم، بس هنا بفضل نكون فين جيمين. انا على السريع بس احصد زي هيك، شفت يعني بتاخذ بس تحصد مره واحده، يعني انا هيك انا طولت يعتبر، بس تكبس مره واحده عليها خلص انك تكبس، تضرب مره واحده على الحديد، لازم حديد، خشب، حجر ما بينحسب، معدن بدهم حديد. تمام. بعدين بتروح على الاقوام البخاريه مثل هيك، فيخلص التحدي الثالث. هسه عندنا التحدي الرابع والاخير يا الرابع والاخير، وعندنا التحدي الرابع اللي هو بيحكي لك اصب نقاط الضعف اثناء الحصاد. شو نقاط الضعف يا شباب؟ اللي هي هاي، طلع اكبس هيك، شايف هاي النقاط الزرقاء؟ هذيك بس عليها، طلع هاي كيف؟ هاي 1، هاي 2، يلا شفت هاي هيك، هاي شو بتضرب عليها هاي النقاط؟ الدائرة هاي اسمها نقاط ضعف، بدك تضرب على 5 نقاط ضعف كأنه طلبوا، عليك تضرب على 5 نقاط فقط لا غير، تحدي كمان سهل ومباشر وما بده شيء. التحدي اللي بعده يا شباب بقول لك ارقص في نطاق 10 أمتار من هيكل قائم لحليف. شو بدك تعمل؟ مثل هيك بالضبط، تطلع شو أنا عملت؟ تعرف شو انا عملت عشان تحكوا كيف راح تضبط معكم. لقيت هذا هيك مبني، مش انا مني، من حدا. رحت قصد جنبه ما حسب. هسه طلع شو هسه؟ راح يهجم علي هسه هون 1. طلع شو راح يصير؟ ثواني. سريع سريع سريع. يعني لازم انت الشخص اللي بدك تلعب معه اللي ترقص عنده لازم تكون تتقاتل انت وياه. بعد ما تخلص ارقص هي انحسب، يعني لازم تقاتل انت وياه، تكون قاتل او انت وياه قاعدين تعاركتوا انت وياه عشان ينحسب لك هذا التحدي. هيك شباب يكون خلصن التحدي جميع التحديات بني، ولا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس، وخلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد، ومع السلامه. بيس.